السلام عليكم ورحمة الله، أخواني وأخواتي الأعزاء. النهاردة جايب لكم ده كروسان البالون أو الكروسان المنفوخ، وده هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. وبعدين ده من بواقي الكروسان والدانش، يعني بواقي العجين، مش هنعمل عجين مخصوص ولا حاجة. كل العجين اللي يتبقى منك بدل ما نرميه أو شكله وحش، هوريكوا تعملوا بيه الكروسان البالون ده ازاي بالمنفاخ، زيه كأن شغل السكر طبعا مأثر فيا. فأتمنى لو انت أول مرة بتشاهدني مشترك في القناة، ويا ريت لما يعجبك الفيديو تعمل لايك، وأتمنى أسمع الكومنت بتاعك سواء إيجابي أو مش إيجابي، احنا بنتقبل كل الحاجة. نقول بسم الله. ده بص بواقي الكروسان والعجين كله، يعني اللي بقى من التقطيع، اللي باظ مني، اللي مخمرش، بجيب العجين اللي باقي كله زي ما انتم شايفين، واعفره دقيق وبططه المردنة او بنقول عليها الرول بس، و ارتفاعها مثلا 3-4 سم زي كده، وببردها واحطها في التلاجة تشد. لازم العجين يكون بارد. وبعد كده بجيب مكنة المكرونة، طبعا دي كلنا في البيت عندنا المكنة دي. انا جربت بالمردنة وجربت بالفرادة وجربت بكل حاجة، ما بتطلعش غير بدي، يعني لو مش عندك المكنة دي فمش هتعرف تعملها. خلاص، العجينة بسيطة وسهلة، يعني اي بواقي عجين عندك بتاع الكروسان والدانش بتطبقه على بعضه وتسيبه، وبعدين تعمله يشد. الأهم حاجة يكون العجين بارد، ممكن أحطه في الفريزر ربع ساعة يشد، وبعد كده إيه أبنطه سنة سنة. بص المكنة ما بنزلش مرة واحدة، يعني كل مرة أنزل سنة سنة، بتوصل السمك بتاعي بالظبط حوالي 3 مللي، ما بكترش عن 3 مللي. العجين التخين مش بيطلع كويس، 3-4 مللي زي ما انتم شايفين. بص السمك بتاعه اقل من الكروسان بسنه، بس بقطعه مستطيل او مربع حسب الشكل اللي انت ايه عاوزه. ممكن تعمله بالشكل ده. اول حاجه بص انا بجيب ايه، بعفر سنه ميه خفيفه، مش بيض ولا حاجه، بس ميه، وممكن من غير ميه، المهم ما يكونش فيه دقيق، تضمن ان مفيش دقيق عشان ما يعملش فاصل. وبالاسباتول بضغط اخر سنتي او نص سنتي زي ما انتم شايفين بالطريقه البسيطه دي. الموضوع بسيط جدا، يعني انا ايه جاء موضوع السكر في دماغي كده، قلت اما اجي اجرب، يعني ما لقيتها طلعت حلوه وبعملها على البوفيه، بس هي المشكله بتاخد وقت. بص زي ما انتم شايفين لازم يكون كل حاجه، ما فيش اي خرم، لو خرم بسيط في العجينه بتهبط، فبتحاول مره مع مره لحد ما تقفلها. بعد كده بتضغط العجين زي ما انتم شايفين، خلاص بنقله على الصاج بتاعه. انا عامل كذا حجم وكذا شكل عشان ايه برضه اوريكم اللي انت ممكن تعملوا حاجات كويسه في. ممكن انا عامل مستطيل وعامل مربع وعامل زي ما انتم شايفين كده ملوش شكل، فالموضوع فن بس، يعني مش، لكن انت ممكن تاخد الفكرة دي وتدخل عليها حاجات بقى بتاعتك انت. وانا عامل لكم الكروسان اللي هو الالوان، ان شاء الله في خلال اسبوع او 4 ايام اخلص المونتاج وانزله لكم باذن الله. بص بقى التراك هنا، بلمعه بيض زي ما انتم شايفين وبخمره، تمام، وبدخله الفرن من غير ستيم، لان لو عملت بستيم بيهبط. تمام، انا عامل بقى واحده كبيره، يعني انت ممكن تعمل الاحجام اللي انت عاوزها ما تخافش، دي اللي هي طالعه في اول الفيديو. انا عامل احجام صغيره واحجام كبيره، وعامل بعجينه الالوان. اي بواقي عجين بتلفها وما بترميهاش، تبططها وتحطها في التلاجة تريح، وبعد ما تريح بتشتغل زي ما انتم شايفين كده. ده الاسباتولا، ومعاك المنفخ بتاع السكر،
وحاجة جديدة تقدمها على البوفيه، تقدمها لحبايبك، تهزر بيها مع الناس. يعني لازم يبقى فيه شوية فن كده. مخدة، ممكن انت بقى تشكل، يعني انا عاوز الناس بقى تاخد الفكرة دي وتبدع. بص، لو في اصغر خرم في البتاع ومش قافل كويس تفتح منك. بص على طول اول ما اخلص بطبقها، اسحب المنفاخ واقفل مكانه واطبقها وانقل على الصاج. بتخمر 40 دقيقة وبدخلها على 170 من غير ستيم. يا شباب من غير ستيم 170 تاخد 17 دقيقة، تطلع معاك حاجة زي ما انت شايفين، بالونة. كل سنة وانت طيبين.